احتدمت المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. بالتزامن مع ذلك سقط العشرات من القتلى والجرحى من الحوثيين والقوات الحكومية في المواجهات شمال مأرب وغربها، فيما أعلن الحوثيون استعادة السيطرة على عدد من المواقع في محافظة البيضاء وسط البلاد. بين كر وفر تتراوح تطورات معارك البيضاء وسط اليمن. قوات حكومة هادي المسنودة من التحالف تتحدث عن إفشالها عدة هجمات لجماعة الحوثي الساعية إلى استعادة مواقع خسرتها في مديرية الزاهر ومناطق أخرى من المحافظة. جماعة الحوثي من جهتها أعلنت أنها استعادت زمام المبادرة على الأرض وباتت صاحبة السيطرة العسكرية في عموم مديرية الزاهر وعشرات المناطق في البيضاء. الجيش واللجان الشعبيه كانوا حاضرين واستعانوا بمزيد من القبائل، وايضا هناك تعزيزات قويه نزلت من هنا من العاصمه صنعاء الى الجبهه، وتم اخماد هذه الفتنه وتطهير مركز المديريه. بتزامن معارك الطرفين احتدمت في الجبهتين الشماليه والغربيه من محافظه مأرب. المعارك تركزت في مناطق رغوان ووادي الجفره ومنطقتي الكساره والمشجح ومواقع اخرى غرب المحافظه، مخلفه قتلى وجرحى من الجانبين. اما في الجوف شمال شرقي البلاد فعادت المواجهات في جبهه الجدافر شرق مديريه الحزم مركز المحافظه. وأمام اتساع نطاق المعارك يرى مراقبون أن الحسم على الأرض لم يعد ممكنا لأي طرف، وأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للوضع في البلاد. لا حل في اليمن إلا سياسي، وبالتالي معنى ذلك أن لا حرب تحسم هذه المعركة، ولكن إذا وجد مشروع ثوري حقيقي مقاوم فهو من سيحسم الأمر وسيرفض كل هذه الحلول السياسية. المواجهات المحتدمة في أكثر من جبهة واكبتها غارات للتحالف الذي تقوده السعودية على مواقع الحوثيين في تلك الجبهات، مخلفة قتلى وجرحى في صفوفهم. أخبار المعارك والعمليات العسكرية تتصدر المشهد من جديد، من البيضاء إلى مأرب فالجوف ومناطق أخرى، تصعيد على حساب العملية السياسية التي توارت مرة أخرى بعد فشل المساعي المبذولة إقليميا ودوليا. خليل القاهري، العربي.